صلي على النبي وتبسم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المتابعين في درس جديد من دروس السنة السادسة ابتدائي من كتاب في رحاب اللغة العربية، وعلى بركة الله سنبدأ. ودرسنا اليوم هو التقويم الأركان إرث حضري، إذا هنا وعبارة عن فرض للوحدة الأولى. إذا قمتم بمراجعة هذا الفرض إذا ستحصلون إن شاء الله على نقطة مميزة. إذا لدينا هنا أستثمر النص، أولا القراءة والفهم، أبحث عن عائلة كلمة يستعمل، إذا هنا كتبت بعضها فقط. لدينا هنا عائلة كلمة يستعمل، مستعمل، استعمل، استعمال إلى آخره. لدينا هنا أرتب الأفكار الآتية بحسب ورودها في النص. لدينا هنا المغرب منبت أشجار الأركان، شجرة الأركان من الأشجار المعمرة، شجرة الأركان شجرة محافظة على البيئة. إذا سنذهب إلى النص وسنرى ترتيبها. إذا لدينا هنا كانت أشجار الأركان في الزمن القديم تغطي مساحات كبيرة من أنحاء شمال إفريقيا، لكنها أصبحت اليوم من أنواع النباتات المهددة بالانقراض. فقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو أن أكثر من 800 ألف هكتار من الأراضي في جنوب المغرب التي تقع بين مدينتي الصويرة وأكادير محمية طبيعية لكونها أول مكان في العالم تنبت فيه أشجار الأركان. إذا هذا هو الرقم واحد هنا، المغرب منبت أشجار الأركان، إذا هنا رقم واحد لأن هنا في هذه الفقرة الأولى. وأيضا لدينا هنا والمعروف أن شجرة الأركان عاشت بالمغرب ملايين السنين، وبمقدور الواحدة منها أن تعمر لأكثر من 50 و200 سنة. والأركان شجر عظيم يعلو لأكثر من 10 أمتار، ذو جذور قوية وعميقة يصل طولها إلى 30 مترا أخرى سطحية. أما جذع الشجرة فصلب ملتوي كثير العقد، أغصانه شائكة وأوراقه دائمة الخضرة ولا تسقط في فصلي الخريف والشتاء. إذا هنا الجواب الثاني هو رقم 2، شجرة الأركان من الأشجار المعمرة، إذا هنا رقم 2. ولشجرة الأركان أهمية كبيرة في المحافظة على البيئة، إذا هنا رقم 3 الذي هو شجرة الأركان شجرة محافظة على البيئة. لدينا هنا سؤال، أبدي رأيي في قول الكاتب شجرة الأركان شجرة محافظة على البيئة مع تعليله. إذا هنا كتبت أبدي رأيي في قول الكاتب شجرة الأركان شجرة محافظة على البيئة. نعم، تتميز شجرة الأركان بقدرتها على مقاومة الجفاف لأن لها جذور يصل طولها إلى 30 متر وأخرى سطحية، ولها أهمية في المحافظة على البيئة بسبب عدم حاجتها الكبيرة للماء، وأيضا ومساهمتها في منع انجراف التربة والتصحر. لدينا هنا الظواهر اللغوية، وحول جملة عش كريما مع الشجرة باستعمال ضمير أنت. إذا هنا أنت عشي كريمة مع الشجرة، أصرف فعل سقط في الماضي والمضارع والأمر مع ضمائر المتكلم والخطاب. سأترككم مع هذا الفعل الذي سيصرف في الماضي والمضارع والأمر مع جميع الضمائر. التراكيب، أعرب الكلمات مساحات موجودة هنا، لكنها هنا أكثر، هنا أن أكثر، إذن إعرابها حسب سياقها في النص. إذن لدينا هنا مساحات مفعول به منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، لكن حرف نصب والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب اسم لكن. أكثر اسم أن منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. لدينا هنا أيضا أعرب الجملة تنبت فيه أشجار الأركان، إذا هنا إعراب هذه الجملة كالتالي،
تنبت فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، فيه في حرف جر والهاء ضمير متصل مبني في محل جر اسم مجرور. أشجار فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. الأذقاني مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره. الإملاء أصوغ فعل أمر من المصادر الآتية وأبين نوع الهمزة: الإكرام، العمل، الإحسان، الجلوس. إذن بالشكل التالي لدينا المصدر الإكرام. إذا أتينا بالفعل سنقول هو أكرم في الأمر أنت أكرم، إذن أكرم هنا همزة قطع. العمل اعمل هنا همزة وصل. الإحسان أحسن هنا همزة قطع. الجلوس هنا اجلس همزة وصل. سأترك لكم أيضا رابط هذا الدرس لكي ترجعوا إليه وتفهموه. ثالثا الكتابة. الشكل أشكل ما يأتي. الكلمات شجرة، تعمر، هنا أيضا الجملة تغطي مساحات كبيرة. هنا قمت بتشكيل هذه الجملة تغطي مساحات كبيرة، وأيضا هنا أن تعمر، وأيضا هنا أن شجرة. آخر سؤال التعبير الكتابي. أستعين بأفكار النص الأساسية لألخص النص بأسلوبي الخاص. إذا هذا هو التلخيص لهذا النص. إذا لدينا هنا: تعتبر المغرب أول مكان في العالم تنبت فيها أشجار الأرغان، وتتميز هذه الشجرة بجذورها القوية والعميقة، ولها أهمية كبيرة في المحافظة على البيئة بسبب عدم حاجتها الكبيرة إلى الماء ومساهمتها الفعالة في منع انجراف التربة والتصحر، وأيضا يستخدمها السكان هياكل لدعم البنايات التقليدية. الحمد لله انتهينا. إن شاء الله سنلتقي في صفحات أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه.